يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين إجمالي 35 مليار دولار. هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى اللي بتعتبر بكل المقاييس هي أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. مصر تخرج من عنق الزجاجة وتودع أزمتها الاقتصادية. المشروع الذي تحدث عنه الجميع خلال الأيام الماضية باعتباره سينهي أزمة الدولار في مصر أصبح حقيقة، أضخم استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. يضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري ويخفض ديونها الخارجية في الوقت نفسه. بمقر الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة تم التوقيع رسميا على أكبر صفقة استثمار مع الإمارات لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي. التوقيع جاء تحت عنوان مصر والإمارات شراكة من أجل التنمية رأس الحكمة، ووقع الاتفاقية من الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب الإماراتي محمد السويدي وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة. مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الذي يجري بالشراكة بين مصر والإمارات يتضمن شقين. الشق الأول استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار ستدخل إلى الدولة خلال شهرين. أما الشق الثاني سيكون على هيئة أرباح، وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع. يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين إجمالي 35 مليار دولار. بخلاف هذه الأموال الجانب الإماراتي هيستثمر ما لا يقل عن 150 مليار دولار. التفاصيل المالية للصفقة الضخمة والتي تصل إلى 35 مليار دولار ستسدد على دفعات على النحو التالي: الدفعة الأولى 15 مليار دولار خلال أسبوع، تشمل 10 مليارات دولار سيولة مباشرة من الخارج، إضافة إلى 5 مليارات دولار جزء من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي ستتنازل عنها لمصر وتحول للجنيه المصري لاستخدامها في المشروع، ويستفيد البنك المركزي من الدولار. الدفعة الثانية 20 مليار دولار بعد شهرين، تشمل 14 مليار دولار سيولة مباشرة، إضافة إلى 6 مليارات ودائع تتنازل عنها الإمارات وتحول للجنيه المصري وتستخدم في المشروع وتستفيد مصر من الدولار. هذا يعني أن الودائع الإماراتية المتنازل عنها بقيمة 11 مليار دولار ستستفيد منها مصر وستشطب من ديونها الخارجية. كما أن للصفقة شقا يسدد مستقبلا عبارة عن 35% من ربح المشروع طوال مدة تنفيذه يحصل عليه الجانب المصري. ليس هذا فحسب، بل يتوقع الجانب الإماراتي ضخ ما لا يقل عن 150 مليار دولار طوال مدة المشروع كاستثمارات مباشرة في مصر. مين اللي هيشتغل في تنمية وإنشاء هذه المدينة الكبرى؟ كل شركات المقاولات والخدمات، المصانع المصرية. بالتالي احنا بنتكلم بدون مبالغة عن ملايين من فرص العمل. يمثل الجانب المصري في المشروع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما يمثل الجانب الإماراتي القابضة ADQ. ويقام مشروع رأس الحكمة على مساحة تتجاوز 170 مليون متر مربع، ويتضمن أحياء سكنية ومدارس وجامعات ومستشفيات وفنادق عالمية ومشروعات ترفيهية ومنتجعات سياحية ومنطقة حرة خدمية وحيا مركزيا للمال والأعمال. كما سيضم مدينة دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية إلى جانب تطوير وإنشاء مطار دولي جنوبي مدينة رأس الحكمة. صفقة ضخمة بكل المقاييس ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي في مصر بعد نحو عامين عاشتهم البلاد في أزمة طاحنة. هناك حجم من الأموال والنقد الأجنبي اللي هيدخل علشان يحل الأزمة السيولة الدولارية اللي موجودة النهاردة، وبالتالي نقضي على التضخم الموجود بصورة كبيرة جدا. ومع عمل الحكومة حاليا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
واستمرار برنامج الطروحات، يمكن القول أن مصر طوت صفحة الأزمة الاقتصادية إلى حد كبير. أنا بشكر الشعب المصري الحقيقة على تحمله الكبير وصبره على الفترة الصعبة اللي احنا كلنا عارفينها، أثبت وعيه الكامل وثقته بالقيادة السياسية. هذا المشروع الضخم لن يكون الأخير، فالحكومة المصرية قالت إن مشروعات أخرى من العيار الثقيل على غرار مشروع تطوير رأس الحكمة قادمة في الطريق، وإنها تعد حاليا ملفات مشروعات أخرى ضخمة لطرحها على المستوى العالمي. لكن يظل مشروع رأس الحكمة علامة فارقة في تجاوز مصر أزمتها الاقتصادية وامتدادا للعلاقات الوطيدة بين أبوظبي والقاهرة، وتأكيد جديد أن الإمارات السند الحقيقي والداعم لمصر في أصعب الأوقات، وأنها كدأبها منذ عقود لا تتخلى أبدا عن البلد الذي ترتبط معه بعلاقات تاريخية وتحالف استراتيجي يزداد رسوخا وثباتا. العلاقات بين الإمارات ومصر عميقة وتاريخية، مصر كان لها موقعا متميزا في قلب المؤسس رحمه الله الشيخ زايد بن سلطان، كان يعدها قلب العالم العربي. بعد ما قلت البيان بتاع 3/7 الشيخ محمد في الوقت ده، نظم مع الأشقاء الدعم اللي هيتقدم لمصر، ولولا لا يمكن أبدا أن كانت مصر تعدي من اللي هي فيه. خليني أوجه لكم الشكر تاني وتالت ورابع